اعتقلت قوات الأمن الأردنية مساء أمس عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني المرقي وحل البرلمان. وجاء هذا إثر اشتباكات مع قوات الأمن اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام تنديدا بمشروع قانون معدل لضريبة الدخل. بدورها جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان مؤكدة استمرار الاحتجاجات. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة فقد أكد أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية. تم التوافق. اجتماع ثلاثي لم يصل إلى صيغة توافقية. النواب يتعهدون برد قانون الضريبة والنقابات المهنية تؤكد استمرار الاحتجاج والحكومة الأردنية تطالب بالحوار. لم ننتهي بعد من الحوار مع مجلس النقباء، احنا في بداية الحوار ولكن بدأنا نتفهم بعضنا البعض. قرار الحكومة أو قرار مجلس النقباء لم يتخذ، ولكن ما اتخذ هو أن نبقي هذا الحوار ساريا خدمة للوطن والمواطن. سبق الاجتماع حراك نيابي كان عنوانه تعهد المجلس بتقديم موعد الدورة الاستثنائية لرد مشروع قانون ضريبة الدخل للحكومة. قانون ضريبة الدخل، وتم حديث إيجابي كبير جدا حول هذا القانون، ونحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة الحوار. أما الشارع فيغلي غضبه، فرقعة الاحتجاجات الليلية تتسع بعد أن رفض رئيس الوزراء سحب مشروع القانون المثير للجدل. طبعا مش متوقع أي شيء، لأنه هاي خيو سياسته تجويع الشعب الأردني. الشعب الأردني مش اللي في عمان، الشعب الأردني اللي في الطفيلة ومعان اللي عايش في الكهوف. رئيس الوزراء مش حاليا ما بقدم حلول، موضوع استفزاز وموضوع يعني بيستفز في الشعب، يعني قدم حلول جدية. الحكومة الأردنية اعتمدت مشروع قانون ضريبة الدخل الأسبوع الماضي بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 420 مليون دولار للخزينة كل عام. لليوم الرابع على التوالي يشهد الأردن احتجاجات واسعة تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، مطالبات لم تعها أذن واعية، فالجهود الرسمية أخفقت في احتواء الموقف. ليث جبور، التلفزيون العربي، عمان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان السيد محمد مكاوي وهو ناشط في الحراك الشعبي. أهلا وسهلا بك. إذن النقابات منفتحة على جولة جديدة من الحوار مع الحكومة، ولكن الحل هل ينحصر في سحب القانون أم هناك انفتاح على حلول أخرى، على سبيل المثال إدخال تعديلات على هذا القانون؟ نعم، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. بداية النقباء اليوم أسفر اجتماعهم مع الحكومة عن عدم الوصول إلى حل، وأعلنت أعلن مجلس النقباء اليوم عن إضراب شامل وعام يوم الأربعاء القادم، كما أطلق الأسبوع الماضي، بحيث إذا لم يتوصل مجلس النقباء إلى حل مع الحكومة سيتم الإبقاء على الإضراب الشامل يوم الأربعاء، بالإضافة إلى دعوات الحراك ما تزال مستمرة. اليوم هناك اعتصام أمام رئاسة الوزراء في تمام الساعة 10 مساء، ورقعة التوسع تزيد عمليا في المحافظات وفي العاصمة، وهناك دعوات اليوم لقدوم أعداد من الأردنيين من أكثر من محافظة إلى العاصمة لتشكيل ورقة الضغط على الحكومة لسحب هذا القانون. وأيضا طيب سيد محمد، أشرت إلى اجتماع الحالي اليوم هو ليس فقط قانون الضريبة. نعم. أشرت إلى اجتماع جمع بين ممثلي النقابات والحكومة عقد اليوم وفشل من جديد، لماذا فشل؟ فشل لأن الحكومة يعني تنبأت وقالت قبل أيام بأنها لن تسحب قانون الضريبة، وما تزال مصرة على موقفها، والنقابات في المقابل مصرة على موقفها بإلغاء هذا القانون. طيب،
طب مع إصرار كل طرف التحول إلى الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، يعني هو يعني هل هناك أمال في التوصل إلى حلول وسط؟ نعم نعم نعم، كل الأردنيين وكل نشطاء الحراك وكل شخص نزل على الشارع في عمان وفي المحافظات هو يريد حلول ولا يريد تأجيج الموقف، ولا أحد يريد أي مخاطر لا سمح الله يتعرض لها الأردن. ولكن عمليا في ظل تعنت الحكومة سيبقى الشارع يغلي وستبقى المظاهرات وستبقى الاحتجاجات إلى حين فض قانون الضريبة وسحبه بشكل كامل، والعمل على سن قانون جديد يراعي الفقراء ولا يضع أيدي الدولة في جيوب الفقراء، بالإضافة إلى مطالبات أخرى غير قانون الضريبة. وبالتالي ليست قضية الحراك الشعبي الأردني اليوم هي قضية قانون ضريبة الدخل فقط. الحراك الشعبي اليوم ينادي بإلغاء قانون الضريبة أولا، بإعادة دعم الخبز، بإلغاء الضرائب المبيعات على السلع التي فرضت بآخر فترة بشكل كتير كبير على كثير من السلع، منها الألبان والخضروات والزيوت والقرطاسية والمواد الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إلغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء اللي بتصل لغاية 40%، وبالإضافة لإلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات. ولكن سيد محمد يعني كما ليس تقول فقط هو ضريبة وضحت الدخل، هذه الفكرة يعني كما تقول هناك جملة من الاعتراضات تسجل في هذا المستوى الاقتصادي، والبعض يطالب بإقالة الحكومة. ولكن السؤال المطروح، هل إقالة الحكومة يمكن أن يغير المعادلة، أم أن المشكلة الأساسية تنبع من السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلاد؟ نعم نعم، سؤال جميل جدا. من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من النشطاء ليس الحل فقط في رحيل الحكومة. الآن المطالب الشارع هي رحيل الحكومة بالدرجة الأولى، ولكن عدم استبدالها بحكومة أخرى مماثلة، نفس السياسات ونفس الأساليب ونفس النماذج التي تعمل عليها كل الحكومات السابقة. الشارع الآن يطالب بحكومة تعتمد على سياسات منهجية، على سياسات تبتعد عن جيوب الفقراء، على سياسات تحارب الفساد، على سياسات تضع أيديها في جيوب الفاسدين وليس في جيوب الفقراء والمهمشين. لكن بالنظر للضغوط التي تمارس من قبل صندوق النقد الدولي على الأردن، وأيضا اعتمادا على ما جاء في كلام الملك الأردني بأن الخيارات المتوفرة أمام الأردن ليست مماثلة لخيارات ربما كان يمكن أن تتوفر قبل 5 أو 10 سنوات، يعني هذه الحكومة الجديدة المفترضة ربما أو المزمعة، أي عصا سحرية يمكن أن تحملها يمكن أن تغير من الوضع الراهن؟ سيدتي، الأمر حقيقة ما تفضل به جلالة الملك هو لب مطالب الشارع الأردني، ولكن القضية لدى الحكومة ولدى سياسات الحكومة. بإمكان الحكومة أن تبحث عن سياسات جديدة اقتصادية غير جيوب المواطنين لتلبي مطالب البنك الدولي. الشارع يتفهم تماما مطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعرف تماما إلى أين سيؤول الأمر في حال لم تنفذ الأردن تلك المطالب. ولكن الحكومة مطالبة أيضا بإيجاد استثمارات، باستقطاب استثمارات جديدة إلى الأردن، بالاعتماد على الذات وليس على الفقراء، الاعتماد على الذات برفع وإيجاد قوانين ضريبية على الأغنياء، على الشركات الكبرى، على الفاسدين في الأردن، وليس الاعتماد فقط على جيب المواطن. الضرائب الدخل كثير الآن من المواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة لم يتوانوا لحظة في يوم من الأيام من دفع الضرائب إلى الحكومة، بينما نجد كثير من أصحاب الملايين وأصحاب المليارات من الدولارات لديهم الكثير من التهرب الضريبي، ولديهم الكثير من ملفات الفساد فيما يخص الضريبة. يعني حتى على مستوى وزراء في هذه الحكومة لديهم ملفات من التهرب الضريبي. وبالتالي من المفترض أن تبحث الحكومة عن سياسات، أو الحكومة المفترضة القادمة أن فقط تبحث عن سياسات معك جديدة بهذا السؤال لنوضح الرؤية على الاستثمار. هذا الوضع قائم وهناك يعني جلسات للحوار متواصلة، وأشرت قبل قليل أنه يمكن التوصل لحلول وسط. أي حلول وسط بخصوص هذا القانون الذي أجج الوضع قد ترضي النقابات، أم هناك تمسك يعني لا محالة بسحب القانون؟ أه
نعم، المطلب الشعبي الآن وليس مطلب النقابات وحده هو سحب هذا القانون وإيجاد قانون آخر عادل بفئة تصاعدية وبطريقة تصاعدية، نعم، ولكن تحمي الفئات الفقراء والطبقة المتوسطة التي باتت الآن في أخطر أوضاعها في الأردن. هاي الطبقة الوسطى عم تتلاشى شيئا فشيئا، وبالتالي هي صمام أمان لأي مجتمع في العالم. شكرا. المطالب بسحب القانون نعم، ولكن بإيجاد قانون آخر يلبي طموحات الشعب. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن الناشط في الحراك الشعبي محمد مكاوي كان معنا من عمان. نتابع بعد الفاصل. الحوثيون يشترطون دفع رواتب الموظفين قبل أي حوار مع الأمم المتحدة.